مساء الخير يا حلوين، النهاردة فيديو جديد هوريكم شرح لنسب الجس. ده فيديو طلب من زمان جدا، يا رب يعجبكم. لو حبيتوه اضغطوا على اللايك ودعموني، وكمان ما تنسوش تفعلوا جرس الإشعارات علشان في فيديو جديد هينزل كل أسبوع. وبس كده يلا نبدأ. كل اللي هنحتاجه في الرسمة دي هنحتاج قلم رصاص، وكمان هنحتاج مسطرة او اي حاجة نقيس بيها. وعايزة اقول لكم بس ان الطريقة دي هي واحدة من الطرق اللي احنا ممكن نستعملها علشان نرسم الجسم، لكن مش هي الطريقة الوحيدة، في طرق تانية كتير. انا اخترت الطريقة دي عشان بشوفها سهلة جدا وممكن اي حد يطبقها، فهي دي اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. اول حاجة هنعملها هنيجي كده من فوق و هنعمل خط كيف اي حتة في الورقة، مش مشكلة، تمام. وهننزل تحت 2 سنتي ونعمل خط تاني 2 سنتي كمان، ونعمل خط تالت 2 سنتي كمان، ونعمل خط رابع كمان، ننزل تحت 2 سنتي ونعمل خط خامس، اوكي. بعد كده هننزل 1 سنتي بس ونعمل خط، بعدين هنرجع لل2 سنتي تاني ونعمل خط، بعدين 2 سنتي كمان نعمل خط، بعدين مرة كمان 2 سنتي خط، وفي الآخر خالص هنعمل سنتي واحد بس، اوكي. اللي احنا عملناه هنا ان احنا قسمنا الورقة ل8 اجزاء، ده اول جزء، تاني جزء، تالت جزء، رابع جزء، هنا نص، هنا خامس جزء، سادس جزء، سابع جزء، وفي الاخير نص برضو. يعني الجزء الثامن احنا قسمناه لجزئين، وهو ده مقياس النسب بتاعنا. هنيجي دلوقتي نرسم في الجزء الاول الراس. الراس بتاخد كل الجزء الاول، بحاول نعمل شكل بيضاوي كده شبه الراس، اوكي. وبعدين في نهاية الجزء الاول هننزل تحت شوية ونعمل خط الرقبة، اوكي. وبعدين هنعمل الكتف تحت بداية الجزء الثاني كده بشوية صغيرين، بعدين عند نهاية الجزء الثاني لحد الجزء الثالث هننزل بخط علشان نعمل الجزء بتاع الشخص، بعدين من نهاية الجزء الثالث لحد الجزء الرابع دي منطقة الحوض، اوكي. بعدين الجزء الخامس كله والنص اللي في بين الرابع والخامس ده هيكون نص الرجل اللي فوق، بعدين عند بداية الجزء السادس لحد نهاية السابع ده الجزء اللي تحت من الرجل، واللي تحت خالص ده هيكون القدم اللي هو النص اللي تحت، ماشي. وبعدين هنيجي دلوقتي عند نهاية الجزء الرابع وهعمل الفتحة بتاعت الريك، وننزل تحت شوية
ونبتدي نكمل الريك. اوكي نيجي هنا بقى عند الكتف ونقوم نازلين لحد نهاية الجزء الثالث، ودي كده الحتة اللي فوق من الدراع. بعدين الجزء الرابع هي الحتة اللي تحت من الدراع كده، وبعدين الكف الكف تقريبا بياخد النص اللي هو ما بين الرابع والخامس، وبينزل شوية تحت على الجزء الخامس. ماشي، نرسم اي ايد بسرعة كده، وهعمل دلوقتي على السريع الايد التانية. وهو ده كده شكل النسب بتاعت الجسم. انا عارفة ان الموضوع لسه صعب ولسه حاسين انكم مش متمكنين منه، علشان كده هنعمل مع بعض تمرينين لازاي نطبق النسب دي كأننا بنحاول نرسم موديل او مانيكان. فيلا نبدأ التمارين. ودلوقتي هنبتدي نرسم اول موديل بناء على النسب اللي احنا عملناها. برضو هنقسم الورقة زي ما انتوا شايفين 8 اجزاء متساوية، جزء منهم مقسوم لنصين، نص تحت الجزء الرابع ونص تحت الجزء السابع. عند الجزء الاول زي ما اتفقنا الجزء الاول كله راس، فهبتدي ارسم راس البنت. بعدين علشان نصعب التمرين شوية هنخلي البنت واقفة واقفة مختلفة، فأنا هعمل خط كده منحني شوية علشان أخلي كتف البنت متحرك كأنها عارضة أزياء، والحتة اللي تحت اللي هي المفروض نهاية الحوض زي ما اتفقنا برضو هغير الاتجاه، هعمل خط منحني. تمام، وبعدين هننزل بالرقبة ونعمل بداية الكتف. واحد نازل شوية، واحد مرفوع على فوق، و زي ما اتفقنا نهاية الجزء الثاني للجزء الثالث هنا الوسط. بعدين الجزء الرابع بيبقى الحوض، والنص اللي بعد الرابع لحد الخامس ده الجزء الأول من الرجل. هبعد الرجل شوية عن بعض علشان زي ما قلت لكم الوقفة مختلفة شوية. ولحد نهاية السابع المفروض دي كلها رجل. بعدين هنا التقسيمة بتاعت الرجل زي ما اتفقنا، ونكمل الرجل.
وتحت هنا نعمل القدم. عادي ان احنا ننزل بالقدم شوية تحت الخط علشان اكيد اي موديل بتبقى لابسة كعب فرجليها بتبقى اطول شوية من العادي. وهنا نبتدي نعمل الايد. الإيد التانية هنغير شكلها شوية. اوكي، وبعدين هنا هبدأ أظبط الشعر. وهعمل كده تقسيمة بسيطة لللبس علشان يبين شكل الجسم أحسن. وده كده تمرين البنت الأول. هنيجي دلوقتي نعمل التمرين التاني، برضو هنحاول نرسم موديل بس المرة دي شكلها أو وضعية جسمها مختلفة شوية، صغيرين علشان نتعود اكتر على ازاي نطبق النسب. برضو الجزء الاول كالعادة هو الجزء بتاع الراس، وهننزل تحت شوية ونعمل الرقبة. هنا عكس الخطين دول اللي احنا عملناهم، هنعمل خطين في الاتجاه المعاكس. ونبتدي نعمل الكتف، هننزل عند نهاية التاني زي ما اتفقنا، ونحدد الجزم، بعدين الرابع بنحدد الحوض. بعدين النص اللي هو بعد الرابع والخامس كله زي ما اتفقنا بيبقى لي الرجل اللي هو النص اللي فوق من الرجل. و ستة وسبعة يبقى الجزء اللي تحت من الرجل، والرجل اللي هي هنا دي انا هغير شوية من طولها علشان تبان البنت انها بتمشي، يعني الركبة هنا عند دي هخلي الركبة فوق شوية. اوكي، وبعدين هنعمل تقسيمة نهاية الحوض وهنيجي من هنا كده. وتحت هنعمل الرجل. برضو عادي لو نزلنا تحت شوية. الرجل اللي هي الشمال دي زي ما اتفقنا شكلها غريب شوية علشان نخلي البنت تمشي. طبعا اي تغير في وضعية الشخص بيغير النسب على طول، فالنسب دي بتنفع بس لو الشخص واقف وجسمه كله باصص للكاميرا زي البنت دي، انما لو في رجل كده رايحة ورا شوية زي هنا طبعا النسب بتختلف.
بعدين الإيد لحد نهاية الثالث، ده الجزء الأول من الإيد. وطبعا الجزء الرابع هو الجزء اللي تحت من الإيد. بعدين بنعمل الكف، وبرضو حدد اللبس بتاعها علشان الشكل يبان. وهعمل الشعر، وكده احنا عملنا رسمة أساسية للنسب وطبقنا نفس المقياس بتاع النسب ده على رسمتين كمان. اتمنى ان كده الجسم بتاع الانسان يكون اتبسط شوية ويبقى سهل عليكم انكم ترسموه. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.